السلام عليكم العائلة، الأحباب، الخوت، الخواتات، كيراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ رمضان مبارك سعيد. نتمنى تكونوا كدوزوا هاد الأيام المباركة بالصحة ولهنا إن شاء الله ومغفرة الذنوب. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكم حبابي، اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الكخيب المالح والحلو، المهم بعجينة وحدة ان شاء الله. تابعوا معايا غادي تشوفوا الطريقة وتشوفوا المقادير، وكذلك واحد الحشوة كتجي جد رائعة، هاد الحشوة المالحة ان شاء الله غادي تعجب وليداتكم، واكيد صحية بلا قلي بلا زيت بلا والو. كما كتشوفوا معايا غادي ندوزو غير في المقلة وصافي، وكذلك ان شاء الله غادي ندير معكم هاد الكريب الحلو. كما كتشوفوا معايا احبابي غادي ندير هنايا 3 د البيضات، كاس ديال الماء باش الكريب كيجي شويه خفيف. عندي هنايا 500 مليلتر ديال الحليب او لا نصف لتر ديال الحليب وزلافه ديال الدقيق. هنا كما كتشوفوا معايا غادي نخلط جميع العناصر بلا ما غادي نخلط البيض ونخلط عاد شويه بشويه، نخلط جميع العناصر وغادي نطحنهم هكا في مره. وإلى عندكم المولينكس، الغرف ديال المولينكس، المهم تقدروا تخلطوا فيه كل شيء هاد العناصر، تجمعوهم كاملين في مره واحده وتخلطوهم او لا تطحنوهم. هنا كما كتشوفوا معايا بعد ما خلطتهم مزيان، هنا غادي نحاول غادي نقسم في النص هاد الخليط. النص غادي نضيف ليه 3 د المعالق ديال السكر، وغادي نضيف ليه واحد الساشيه ديال سكر الفاني باش كتحيد ديك الزفوريه ديال البيض. والخليط الثاني غادي نزيد ليه شويه ديال الزعتر او لا الا عندكم البافو، انا ما عنديش، انا اكتفيت غير بالزعتر وشويه ديال الملحه، ضروري من الملحه. هذا الكريب المالح اللي زدت فيه الزعتر والملحه. هنا غادي نخلطهم مزيان غير باش تخلط فيهم داك المليحه، وهذا ديال السكر غادي تخلط فيه السكر. انا درت له الزعتر الخليط الثاني غير باش ينسمو ويجي لي باين، راه باين فاش نطيبوه، حيت الكريب ديال الحلو اللي فيه السكر كيجي محمر بزاف، والكريب المالح كما عارفين ما كيجيش محمر واخا تعيا تحمري فيه. تقدروا تضيفوا فيه واحد شويه ديال السكر، اما انا ضفت غير الملحه باش ما غاديش نهرس اللوغو ديال الملحه. هنا غادي نضيف جوج معالق في جوج طاسات، كل طاسه غادي نضيف لها جوج معالق ديال الزيت، خليتها حتى الاخير باش كتجي العجينه كتجي رطبه بهاد الزيت. ويلا عندكم الزبده غادي تذوبوها تضيفوا جوج معالق ديال الزبده. هنا بعد ما نخلط هذا الخليط تندمج فيه الزيت، غادي نغطيهم بابي سولوفان ونخليهم هكا على جنب. بعد ما غادي نوجد الحشوه المالحه يكونوا ارتاحوا واحد 20 دقيقة او لا 15 دقيقة باش الكريب ديالنا كيجي خفيف. Thank you.
الكريب ديالي بعد ما ارتاح ندوز نطيبو كما كتشوفوا معايا. هنا خاصني ندير الكريب، كيعجب لي كيجي رقيق، ما يعجبليش كتكون فيه العجينه بزاف. كما عارفين راه الكريب ما كيجيش مثقب بحال البغرير، ضروري ما خصنا نديرو هكا رقيق، منها كيجي خفيف، منها كيجي ما معجنش. الحشوه ما عرفتش كيفاش ما تسجليش هذا المقطع، حتى جيت ندير المونتاج ما لقيتش المقطع ديال الحشوه. هنا بعد ما طيبت راني كنطيب في نفس الوقت الكريب المالح والكريب الحلو، ديجا طيبته وساليته. وهنا الحشوه ديالي درت فيها واحد الجزره او لا واحد الزروديه، حكيتها في الحكاكه الغليظه، وشلطت واحد البصله والكفته ديال الدند، صوتيتهم في المقله على نار مجهده باش ما يطلقوش الماء. زدت عليها واحد العلبه ديال المايس او الحب ديال المايس، وجوج ديال البيضات مسلوقين قطعتهم هكا طراف صغار، وشويه ديال الزيتون خضر، والفروماج غابي، وشويه ديال الهريسه. دائما الهريسه كتبقى حسب الذوق او حسب الرغبه. والعطريه درت ليها شويه ديال الثومه بودر والابزار والملحه فقط اللي درت في العطريه. انا ما درتش الربيع القزبر او المعدنوس، الا بغيتوا ديروه غادي تزيدوه كاضافه. المهم جربوا هاد الحشوه كتجي بنينه وكتجي زوينه، ولادي كيحمقوا على هاد الحشوه، والكريب كيجي بها بنين بزاف. هنا يا حبابي راه كنقرب المغرب، راكو تشوفوا كنزرب دغيا باش نوجد، سبقت بالكريب المالح باش دغيا غادي نوجدو. هنا غادي نعمر الكريب ديالي، تقدروا ديروا له الشكل اللي بغيتو، اي تشكلوه على شكل سيجار او لا على شكل مستطيل او لا على شكل مربع بحال المسمنه. انا هنا زربانه دغيا شكلته على شكل مربع بحال المسمنه، وكما كتشوفوا معايا هنا الجهه اللي كتكون محمره هي اللي كندير فيها الحشوه وكنردها لداخل، والجهه اللي خاصها شويه طياب كنخليها كتزيد طياب هكا في المقله كتزيد كتحمر.
تشوفوا هنا البنات الكريب ديال الملح خرجت لي 10 ديال الحبات. المهم بالمقادير اللي شاركت معكم والكريب اللي حلوين خرجت لي 11 حبة، ما شاء الله غادي تكفي العائلة ديال 5 أو 6 الناس. في هذا المقلاة غادي نضيف واحد شوية ديال الزيت، غير شوية، واحد جوج أو ثلاثة المعالق غير باش ندهن هذا المقلاة وصافي. وغادي نحط فيها الكريب يتحمر على نار متوسطة، ما خصناش نجهدو العافية حيت راه دغيا كدوز دغيا كيتحرق إلا زدنا ليه العافية. بعد ما كملت لي كريب المالحين صافي طفيت عليهم وخليت واحد شويه تما في المقله باش يبقاو سخونين. غادي نجي نعمر هادو اللي حلوين. كما كتشوفوا معايا هنا الشوكولات ما بقات لياش بزاف ديال القرعه، ولكن عندي لي صوص، عندي صوص ديال الشوكولات وصوص ديال الفراوله. دابا هنا غادي ندير سبقت واحد شويه ديال الشوكولات ديال القرعه وغادي نزيد عليهم البنان او الموز، غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال القرقاع فرتوها كغيب السبعاني. صافي غادي نطوي هاد الكريب وديال الفراوله، راه ما تشجليش كذلك هاد المقطع. الكريب اللي غادي نعمرهم بالفريز او بالفراوله، غادي ندير لهم الشوكولات والفريز مقطع طريفات صغار، وغادي نزيد لهم الصوص ديال الفريز كيجيو حتى هما بنانين. وجربوهم البنات غيعجبو بزاف وليداتكم. وديال الشوكولات وصوص ديال الشوكولات كنضيف له البنان وكذلك شويه ديال القرقاع. وصلنا نهاية الفيديو، ما سخيت بكم، كنشكركم جزيل الشكر توصلتوا معايا حتى نهاية الفيديو. نتمنى يكون الفيديو خفيف وظريف على قلوبكم وتكون هاد الوصفة ان شاء الله استفدتم منها. ان شاء الله تجربوها لوليداتكم خصوصا بهذه الحشوة المالحة. نخليكم احبابي الى فيديو قادم ان شاء الله، يكون فيديو جديد ووصفة جديدة بحول الله. نتمنى من الله يتقبل منا ومنكم
صيامنا وصلاتنا وقيامنا إن شاء الله. مع السلامة.